عززت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مكانتها في جميع المجالات، ومكنت من دورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبوظبي الأستاذ صلاح الجنيبي الباحث في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون. مساء الخير أستاذ صلاح. بداية، كيف يعني كما تعلم للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مواقف تجاه القضايا العربية والدولية، يعني كيف رصدتم ذلك من خلال مواقف سموه رحمه الله؟ رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الآباء المؤسسون، يعني والدنا وقائدنا رحمة الله عليه الشيخ خليفة بن زايد، نحن فقدناه كأب وقائد، وأشقائنا في مجلس التعاون الخليجي افتقدوه كصديق ورفيق درب، ساهم في نهضة مجلس التعاون بعد تسلمه الراية من المؤسس المغفور له زايد السلطان. طبعا يعني أحد كبار تلامذة الشيخ زايد بن سلطان أو مدرسة الشيخ زايد كان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد. نعم. وهذا الرجل هو يعني مهما تكلمنا فيه لن توفيه حقه في الكلام، وإنما هو رجل العطاء والإنسانية في صمت، كان بعيدا عن أضواء الإعلام يعني منذ توليه الحكم رحمة الله عليه، كان دمث الأخلاق، محب للإنسانية، محب للعطاء. نعم. طبعا النقلة النوعية من مرحلة التأسيس في دولة الإمارات إلى مرحلة التمكين تجلت بصماته الواضحة في النهضة الحضارية التي وصلت إليها الدولة اليوم. نعم. محليا وإقليميا وعالميا. نعم. يعني على سبيل المثال لا الحصر، يعني ابتسم الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه بغلبة الجانب الإنساني، مما جعل العطاء الغير محدود قيمة سامية لديه. صنع لذلك المؤسسات مثل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. نعم. تعد شاهدا على يعني مد يد العطاء في كافة نواحي العالم وعلى مدى القارات. نعم. سواء المساعدات الميدانية والمساعدات في أثناء الكوارث وغيرها وخلافها، وحتى المساعدات الطبية، افتتاح المدارس، حفر الآبار، بناء وإعمار دور العبادة وغيرها الكثير. دور الأيتام كانت أولوية على يعني هذه المؤسسات. النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة في عهد المغفور له، حيث يعني أطلق بعد توليه الحكم الخطة الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية المتوازنة والاستدامة. نعم. مكن المرأة في كافة المؤسسات على مستوى المجلس الوطني الاتحادي، على مستوى الوزارات، على مستوى القيادة. اليوم نحن نجد دولة الإمارات العربية المتحدة المرأة شريكة ويعني بعدد كبير حقيقة في كافة المناصب القيادية في الدولة. نعم. طيب سيد صلاح، يعني كيف تابعتم التفاعل الإعلامي الكبير بعد مبايعة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة، وذلك تحت عنوان خير خلف لخير سلف؟ صحيح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الذي استلم الراية، انتقال الحكم بموجب الدستور كان سلسا جدا وسهلا، ويعني ولله الحمد يعني هذه الحكمة لأصحاب المجلس الأعلى الحكام، يعني نافذة كبيرة ومتانة كبيرة. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، محمد بن زايد قائدا بارعا، واليوم نبايعه حاكما رئيسا للدولة، أي بمعنى أن الثقة الكبيرة في هذا الرجل الذي قاد يعني أصعب الملفات السياسية وحل العديد من الأزمات العالمية، لا سيما طبعا إدارة ملف الجائحة كورونا والملفات الاقتصادية في الدولة التي لا تخفى على الجميع، كان شريكا ومطلعا بها منذ البداية ومنذ النهضة، وكان يعني رجل للمهمات الصعبة، رجل صعب لا يتكرر حقيقة في كافة المواقف. نعم. رأينا ذلك في المناحي العالمية، الصلح التاريخي بين أثيوبيا وإريتريا، مساهماته مع قوات التحالف،
مساهماته في حل كافة المشاكل في دول العالم. على الصعيد السياسي أو على الصعيد الدولي كان له دور بارز كبير في تمتين العلاقة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، حيث أن دولة الإمارات لما ترشحت لمجلس الأمن الدولي وترشحت في عديد من المجالس الرئيسية. نعم أستاذ صلاح الجنيبي، يبدو أنه لا يسع المجال أكثر لذكر مناقب ودور سمو الشيخ محمد بن زايد. الأستاذ صلاح الجنيبي الباحث في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.